هذا هو حال بيت شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري الذي شيد عام 1971 في منطقة القادسية ببغداد، والذي كان شاهداً على ملتقياته وجلساته الأدبية والشعرية حتى عام 1980. أصبحت النفايات تحيط به من كل جانب والإهمال لا يتوقف، وهذا إهمال حقيقة يعني لا يغتفر، لأنه إهانة لهذه الثقافة، إهانة لهذه الحضارة، إهانة للشعب العراقي بالذات. في المفروض يتحول بيته إلى متحف شيء، لكنه مثل ما قلت لك أنه ماكو ناس كفؤين، وفوق كل هذا هاي الشغلات هي يعني على القسطن يسووها في سبيل تدمير الحياة الثقافية بالعراق. ما يريدون العراق يصير به ثقافة، دول وأجندات وأحزاب هي تدمر هذا الشيء. البيت حاله حال أكثر من 600 بيت تراثي في بغداد، من أصل 1000 بيت نالها التخريب والإهمال من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 وإلى الآن، كان آخرها منزل الشاعر جميل صدقي الزهاوي. السلطات في بغداد وعدت في عام 2013 بتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل البيت وتحويله إلى متحف ومركز ثقافي يحمل اسم بيت الجواهري، وتعرض فيه مقتنيات وكتب ودواوين الجواهري وصوره وأوراقه وبعض الأعمال النحتية الخاصة به، وسيكون مفتوحاً للمواطنين والوفود لزيارته والتعرف على لمحات من سيرته وأثاره، إلا أن السلطات كعادتها في نقض التزاماتها بإعمار بغداد ومعالمها وآثارها. يعني بالتأكيد هناك إهمال واضح من قبل أمانة بغداد ومن قبل المعنيين، حتى وزارة الثقافة معنية بالأمر بشكل كبير، وبالتالي لابد أن تكون هناك اهتمام واضح، اهتمام جلي بالثقافة واهتمام برموز الثقافة. للأسف الشديد لربما الحكومة منشغلة بمصالحها الضيقة الفئوية والمحاصصتية، هناك إهمال كبير. هذا المفروض اختصاص وزارة الثقافة وتدخل وزارة الثقافة وأمانة العاصمة. لكن أمانة بغداد لم تكشف عن أي مخططات أو موعد محدد لإطلاق عمليات ترميم البيت أو موعد لإنهائها، بل إن تصريحاتها الأخيرة لا تعد أكثر من إعادة لما تعهدت به سابقاً، ويبقى البيت مكتظاً بالنفايات ينتظر إيفاء السلطات بوعودها منذ سنين.